يا صباح الفل على كل الناس. النهارده 31/12/2011، يا رب يا رب والنبي يا رب تبقى السنه اللي جايه سنه سعيده على كل الناس وعلى كل المصريين. زي النهارده من سنه بالظبط مصر عاشت ليله مؤسفه جدا. النهارده بيمر سنه على ذكرى كنيسه القديسين في الاسكندريه، اللي كان حادث صحينا 2011 بنبأ سيء ونبأ سخيف، وفضلنا قاعدين فترة طويلة حاسين كده بانقباض شديد في 2011. طبعا هنتكلم عن ده، بس خليني اصبح على ايمان الاول. صباح الفل ايمان. صباح الخير يا عايده، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت طيبين كل مشاهدينا ومشاهدي نهارك سعيد. وان شاء الله زي ما عايده قالت نتمنى السنه الجديده ان شاء الله يعني تعدي في سلام وتبقى احسن من السنه اللي فاتت. والنهارده معانا فقرات كتير قوي هنبدا فيها بفقره الصحافه، وكمان معانا فقره خاصه مع المستشار احمد عبده ماهر هنتكلم عن هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكمان معانا ايه صحيح. قبل ما اقول الفقرات بس عايزه اكمل حاجه عن كنيسه القديسين يا ايمان بعد اذنك، هو انه لما بقول ان من سنه مصر صحيت على حدث سيء جدا ونتمنى انه ما يتكررش، كمان بنتمنى انه نشوف نتيجه للتحقيقات من المتسبب في حادثه القديسين او في الحادث في تفجير نفسه، ده بالنسبه لنا مهم. ودي بقى حوادث كتيرة نفسنا نشوف لها نتائج ان شاء الله يعني كده. لا، وعشان كمان اي حد ابنه مات اكيد يعني ناره مش هتهدى لحد لما يعرف يعني مين اللي عمل كده. فاذا كان كنيسة القديسين، اذا كان بعد كده قتل المتظاهرين، اذا كان اي احداث من الاحداث الأليمة اللي مارت خلال 2011، يا رب يا رب نبقى من الحاجات اللي نتمناها في 2012 ان احنا نعرف المتسببين في هذه الاحداث في 2012. يا رب والنبي تبقى سنه سعيده بقى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ايه تاني فقرات معانا؟ نكمل فقرات معانا كمان فقره خاصه عن مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه في دورته الاولى، وهيكون ضيفنا النهارده رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد. تمام. النهارده عشان احنا مستعد بقى للسنه الجديده وكل سنه وانتم طيبين، هنعمل فقره كده بعتقد انها تهم ناس كتيره وناس كتيره مستنياها او بتحب تعرف يعني تفاصيلها، فقره الابراج. كل واحد كده يركز، لو عايزين يعني تسالونا على حاجه تقدروا تشاركونا كمان. انه هنقول لكم توقعاتنا، اعتقد يعني توقعات الابراج الفتره اللي جايه ايه في خلال 2012، ونشوف كده هتبقى سنه عامله ازاي يعني، ربنا يستر ان شاء الله. انا اعرف ان السنه دي هيبقى في ثوره الطبيعه وغضب البشر، فالله اعلم. ثوره الطبيعه احنا مش ناس مش ناقصين مش ناقصين يعني. خلاص، بس ده كله هنشوفه النهارده معاكم في نهارك سعيد، بس بعد الفاصل.